بقيت ياسر ولا خدمة لا والو والله شيخ بالزواج ان شاء الله راني نترزن وان شاء الله نلقى خدمة وتسق النحو والله غتسق تروح تخطب لي برك يا شيخ ديالي خلعه هذه مش مفاجأة لا والله ما خلعها يا شيخ سيد قاعد في غير زوجها قال لك رايح يتزوجوا يدير فيها الثقة شيخ والطفلة نحبها وهذه الطفلة بنت فاميليا يا خالة بنت فاميليا بيصير بنت فاميليا يا شيخ وهو عائلة معروفة تعرفهم مليح مليح نعرفهم ايه بس كلش بعيد منها شيخ وتحبينا وانا بك شيخ الحب ما عنده لا مكان ولا زمان عرفتش على سيدي ما عنده المكان ان شاء الله لا لا هي دي الطفله واش سيدي هي ورني انها ترى بالك صح بالك راك مني تك ربما صح بالك تبدل حياتك يروح لك النوم يروح تجيك الخدمه وتجيك الاستبشار نروح نزوروها ونخطبوها وين جاي هي ما بارك جارتنا جارتنا هنا جارتنا هنا في العباره شي داخل هنا والله غير هنا والله العظيم وين اللي عندي ولا هي الطفله هذه اللي مش مزوجه في العماره سيدي هنا وما نعرفش ضيفه هذه لا لا تكون هنا وتعرفها مليح شيخ خيخي خيخي وين خيخي خيرة 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 يا خيخي زلابية زلابية عسل يديها ولا عسل شيخ خيرة خيرة زلابية خيرة وانت ما نحبش في حياتي خالتي خيرة بس هي صغيرة وجاية الدنيا وانا نحبها وكما قال الشاعر الحب أعمى شيخ والله غير أعمى لا لا بالك انا راني نشوف روحي دوك على بالك انا راني نتخيل في روحي شفت هذيك الزوبعه تاع الغبار اللي جاي نتخيل روحي زوبعه وندور بك هكذا ندور بك ندور بك ندور بك ونطلع بك نطلع بك نطلع بك نطلع بك وخير خيخي معاك تبع فيك سير شيخ تنخي روميو وجولييت اش نحبها شيخ والله غير نحبها فيها الحب واعمى راك انت اللي اعمى ما عنديش الحق نحب شيخ واش تحب 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 ان شاء الله يا رب العالمين تحبها باسينه تمشي انا ما عندي حب تحب بسينا تمشي لا اله الا الله محمد رسول الله هذيك راك تقدم لي هاي لحمك يزغب من العسل والسكر تاع تحب يعود يجي يعبرك الزبال انت تحب شي عاوني علاش ما تحبني هكذا لا ما هو نعاونك لا اله الا الله محمد رسول الله راك ولي طوشي يا ماشي طوشي كيما سرتك تجيك خيتي في بالك تقول لي خيره يخ على خيخي 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 تحبها انت عليك واش تحب فيها ربي عيشتك ما عندهاش الحق تحب هي هي اللي تحب شوف فيك حاجة مش مليحة حب خير انت كي تخرج لي مخي من عقلي انا خير انت انا في داري تورثني انا يا ما كان اسكت عليا نزلوا لك سبعة وتروح ثلاثة والله اني خرج روحك هنا ويقولوا لك بزاف تلبلو برك بسرعة الخير يزوج نفسك انا خيخي انا عشوة عشوة والله انك كنت رمضان هذا نوت نوت شيخ انا انا تبهدلت نوت خيخي برا خلاص ما تستاهلش الحاج الاخضر مول العمارة اهلا على سلامتك الحاج الاخضر شراك يا سيدي لاباس خير لاباس نقول لك باللي العمارة تاعك راهو فيها واحد المشكل كبير من بزاف وش يقول هذا المشكل واحد المشعوذ راهو نهار كامل الناس طالعين هابطين عنده يداوي وعنده ما فهمت انا والو وين المشعوذ عندي هنا في العمارة تاعي وين راه الانسان هذاك اللي راهو يطلع ويهبط المشعوذ هذا نتكلموا على السبتي النهار كامل هو طالع حابط في الظروف الغاشي يجيه ما فهمناش واش كاين الامور ماهيش مليحه واش نجم نقول لك سبر المشعوذ السيد المريض مسكين كريت له تليفون سيبو الدنيا كي تاه مشعوذ هذا انت سحور هذوك الدنيا يا الحاج انت انسان تحب دير الخير والخير هو هذا ما على باليش انا كيف هضرات هذه وانا انا النهار كامل هما طالعين هابطين عند الناس وانت ما جبتش خبر الحاج الناس طالعين هابطين نقدر نقول لهم الله ربي يجيب شفانا نسخبهم جاو لي تحياتك يجول عندي الحاج باللي جا هو راني في ثياب ولا ضعيه ما خدت والو هو نزيد نقول لك الناس رجعت تروح تكري البرتمات فهمتني بس شهور بالعام نهار كامل هما دايرين الغاشي طالع حابطوا يديروا بالامور هذه بتاع الاعشاب وما نش عارفوا ايه السحر هذه نشوف هذه لازم نديروا لها حل ماشي ظرف طريق برك نديروا لها سيف يلزم يلحقها وشوف هي راهي بنته تحت هو راه مش هنا ظرف لازم نخطفوه قبل ما يجي انا ما يقولش عندي خمس دقائق شد المفتاح بلي عندي الدوبل روح للدار تاعو افتحها اقعد وقم ادخل له ليه ادخل له ولا نحكم بنت ولا دوك ندير لها حاله ونجي لكم انتم والله سبحان الله انا ساهي بلاد العماره تاعي انا بها ولادي تهولوا والعماره كل ملونه والاخر ولا في بلاصه الاخر وانا نقول واش كاين كيفاش دير انت النية في الناس مش عاود انا عندي هنايا سحاب روح مهني دوك ندي معايا طبيب انا راح خير علاش
الحج. راكي قايمه بها بنتي. انا مع السياق. صحيتي صحيتي، وبيه فين راه؟ راح للسوق. راح كي مع والدك. او في المارشي. راكي مليحه. والله راه لاباس. يا ودي انا نمشي من الصباح وانا متلاكر متلاكر نحوس على واحد الحاجه خبيتها بصح مانيش عارف وين وما قدرتش ندخل للداخل نفرت عليها شويه. بص هي الحاج. تاعي تاعي مدرجة على بلادي واحد الصندوق هكذا. حط فيه الماتريال شوفي لي برك بديها راه هنا على بالك الباب هذا راه فيه واحد المشكل جبت حل هو بنك ما تعرفيلوش يا بنتي حوسك عليها الحاج بالك راهي الداخل خاطش كي صغيره تدخل للداخل اه باهي الحاج ما كاش الداخل شوفي هي ها كيما تي هو طلي طلي مليح طلي الحاج الحاج انا وصوبي حل الباب والله ما كيخافش توفيتي تما توفيتي كيما توفيتيني انا انت يا وبي تما تلعبوا لي لعبه انت ديري هنا يا جيني تبكي بابا كي بابا مشي كي مريض ودركا اليوم قشكم الكل يروحوا لا هلوا الباب هذه على تغلقوها هذه لا هلوا الباب روح لي مكان الباب الاول وروح انت خلاص باللي راك تسكن هنايا وانت العماره هذه علاه اسرى اليسرى انت جبت فيك النيه دخلت فيك لهنا فاذا به انت شعوذي والسحور والدار والدنيا وشي هذا صاحبي وشي هذا يا ودي راه كلش راح الدار راح القشره راح كلش راح وين راح راح راه في الكاميو بنتك والقشره ما عند نسيبك روح لنسيبك فيك كلش روح بنتي في الكاميو ما عندكش الكاميو وين علاش هكذا يا حاج علاش الدار راح كلش راح روح ربي يعاونك برك ما طرا فيك روح صحيت يا الحاج انا بارك الله فيك انا مين درتي خدمه زينه زينه ايه صحيتو هذه حقره هذه صح شوف هذا الوجه هذا شوفهم معك يلعبوا بالناس ما يحشموش هذه الشعوذه ولا حاجه بعيد شر يجيبوا في الناس يتبعوا فيها المساكن نسوا الطب نسوا كلش حتى الناس تحبس دورها ابي انا الطفل بني مشيكين في الفدنه بعيد شر الله يبعدهم علينا يا ربي بعدهم علينا يا ربي هذا رمضان ويعيد وعواشير بعدهم علينا هيا نطلع ولدك الدار نرصوها سيدي وسكرها ومانيش عارف وقت انا راه يقول لي راسي حرق الحيوط نتاعها كل عاود البندوره نتاعها والله البرقين دير لها كلش هيا ديروا فيها القران من صباح الليل هيا هيا هلو علي 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 خلي نورمالمو دوك شويه بدايا تلقنا لي الامور ان شاء الله غير الخير ان شاء الله واش والو برك خلي شغل لك انا قابل بالقصه وقال لي هنا راه نسيبي واش يحق راني انا واجد لك خويا قول لي برك بدات تجيك قلت لي واجد يعني سامارش واش تحوز دوك تجيك تاع لادات واش ني هذا والو والو تاع لادات برك لا ماشي تاع لا واش هذا لا 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 واش هي انا يا جاجا وين درتك انا انا كاتان في الدين دي باستون باستون دي 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 هذا ايه تاع جاجا هذا على بالك وين كان هذا كيف في جاجا رحت عند السبتي ولا ما رحتش طلعت عند السبتي الساعي لا مشي لا طلعت عند السبتي خاطر السبتي عنده كيما هذا طلعت عند السبتي كان لي ارواح قال لك حاجه وقال لك روح عند الحاج سحره بالتاش سحران حاجه قلت نعطيني لا دات برك لا دات سبتي راح او اليوم قضيت عليه هو بنته دار لي انا هنايا قبه ويستقبل في الناس هما من السعيد اللي عبروا يروح هو ثاني سبتي راح راح سبتي ايما ما باي عطاني لا دات يروح ليه يعطيك لا دات هو ان شاء الله عندي عليك درام شحال ديت عبيش باش السحر شحال من ديت ما عطيتوش انا ندرت لي يا برك عطني شحال500,000 وتقول لي لا بس نفرح ولمد لك 500 ندير لوليدي لا بس وراه المشكل وعلاه رايح للسحر والشعوذه هذا يعني